فاروق طمنا على الفرقه. انا عارف ان النهارده مفيش حاجه كتيره والنهارده جوله حره، لكل واحد رايح في مكان بيشتري لاهله لناسه لاولاده لمامته لزوجته لاخواته. طمنا على الاحوال. يعني يا كابتن هشام، يعني جوله حره بس، لكن في بعض الافراد داخل يعني بعثه النادي الاهلي بيرتبوا الترتيبات. انت عارف مفيش وقت للراحه. يعني دكتور احمد جاب الله في تواصل تام. برضه انا عايز اطمن حضرتك واطمن كل جماهير النادي الاهلي على حاله محمد الشناوي والامور اللي كويس بتتم جدا. من خلال النادي الاهلي في هذا الامر. كافه الامور يعني ان شاء الله عوده محمد الشناوي اللي احنا بنقول قيمه كبيره جدا، مش في النادي الاهلي فقط، لا في المنتخب المصري، طبعا احد اهم اللعيبه. تاثير وقوه محمد الشناوي مش داخل الملعب فقط، لا ده داخل الملعب وخارج الملعب في اوضه اللبس. في يعني انا بنقل لك الصوره والله يا كابتن اسلام، يعني في حزن طبعا من جانب اللاعبين، حزن من مستر كولر، من ميشيل يانكون يعني على اصابه محمد الشناوي. لكن طبعا في نفس الوقت انت عندك ثقه، يعني لازم الثقه تبقى موجوده في مصطفى شوبير، حمد علاء، في مصطفى مخلوف، في حمزه، في حازم جمال اللي موجود معانا ايضا في معسكر فريق الاهلي في الامارات. التواصل طبعا الدكتور احمد جاب الله مع الدكتور محمد ابو العلا. الترتيبات طبعا اللي بتتم السفر للشناوي، وان شاء الله تكلل يعني بالنجاح ويرجع بالف سلامه محمد الشناوي. اليوم بقى جوله حره يا كابتن اسلام النهارده زي ما حضرتك قلت، بقى بيبقى كده اللاعبين يعني معظم اللاعبين طبعا متواجدين في دبي. انت عارف بقى الاجواء هناك والكواليس. المفروض انت عارف، دبي انت عارف يا فاروق، لو انا اللي موجود كنت هعمل ايه؟ كنت هجيب ورقه وقلم واشوف اكتب حسين الشحات اشترى كذا كذا واطلع. ما انا خلي بالك يا كابتن اسلام، كولر بنفسه بيقوم يا بالدور ده. نهار يعني ابيض. مستر كولر، مستر كولر بيبقى قاعد بنفسه، كل واحد جايب ايه وبيكتب في ورقه وقلم. فيعني دي من الحاجات برضو لا طبعا من حقهم ان هم يستمتعوا، من حقهم ان هم يتبسطوا، من حقهم ان هم يريحوا يفصلوا يوم عن بقية الأيام. لأنه الحقيقة أنا عارف أن التمرين كل يوم وفيديوهات وأمور من هذا القبيل. لكن اللي أنا برضو عايز أتكلم فيه مدى انسجام اللاعبين الناشئين الحقيقة ووجودهم داخل فريق النادي الأهلي، وهل من الممكن أن يتم الاستعانة بهم خلال الفترة القادمة ولا لا؟ يعني على نقطة الانسجام عايز اقول لك كمان يا كابتن هشام، وانت في الجولة الحرة اللعيبة الكبار مع اللعيبة الناشئين مفيش فرق. يعني دي من الحاجات المهمة جدا، اللعيبة الكبار ويعني احتضانها للعيبة الناشئين في النادي الاهلي، الجميع كله مع بعض في الجولة الحرة كلهم موجودين مع بعض. ما تلاقيش اللعيبة الناشئين لوحدها ولا اللعيبة الكبار، لا المجموعة كلها مع بعضها. عايز اقول لك ان في لعيبه يعني بنقول بلغه الكوره نورت كده المستر كولر، في لعيبه خلاص موضوع تحت اعين مستر كولر. زي ما اكدنا واتكلمنا ان قطاع الناشئين في النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي بيوليه اهتمام كبير جدا، مش طبعا على المستوى الفني، على المستوى الفني والبنيه التحتيه، حاول يوفر كل حاجه علشان تقدر من خلال قطاع الناشئين في النادي الاهلي تطلع عناصر مميزه. اعتقد مستر كولر خلاص يعني في لعيبه اكيد في عنا، في انت عارف يا كابتن في مراكز جدا انت بتعد من خلالها للمستقبل. في مركز قلب الدفاع عندك لعيبه مميزه، لعيبه ظهرت، شفنا احمد عبدين، شفنا معتز محمد، شفنا ابراهيم عبد الحكيم في مركز الظهير الايسر، شفنا اسلام عبد الله وواحد من اللعيبه اللي كانت مميزه مع مازن اسامه، شفنا عبد الرحمن عبد الجواد، كلها عناصر مميزه، شفنا يوسف حفيظ، شفت لاعب احمد سعيد. فبتتكلم في عناصر مميزه، مستر كولر خلاص وضع عينيه. اعتقد يا كابتن اسلام يعني بعد هذا المعسكر والعوده الى القاهره اعتقد في مجموعه كبيرة، يعني مش هنقول يعني عدد كبير، في مجموعة هتبقى من اللاعبين هتستمر في التدريب مع الفريق الأول. نتمنى لهم طبعا التوفيق خلال الفترة القادمة. عارف بقى كابتن اسلام برضو ان بكره خلاص هنرجع بقى خلاص الاستعداد لمباراه حتى الاماراتي، المباراه اللي هتكون في تمام الساعه الخامسه يوم الجمعه القادم، في الساعه الخامسه بتوقيت الامارات، الثالثه بتوقيت القاهره. يبقى الفريق هيرجع بقى لتدريباته غدا باذن الله. مستر كولر يعني التدريب هيكون الساعه 3:30 على ملعب في ملعب او نادي الحمريه، اللي قلنا خلاص النادي الاهلي استقر في استكمال تدريباته على ملعب الحمريه. هيكون التدريب الساعه 3:30، يسبقه في محاضره بالفيديو لمستر كولر مع اللاعبين، اتكلم طبعا فيها على ايجابيات وسلبيات مباراه الاخدود الاخيره. يعني مستر كولر طيب معلش في النقطه دي تحديدا يا فاروق، هل يعني ناس تقول لك يا جماعه انتوا في ماتش او في معسكر يعتبر لل
يعني للاعبين اللي ما بيلعبوش بشكل كامل، عندك مجموعة كبيرة من اللاعبين بره الفريق موجودين مع المنتخبات الوطنية المختلفة، وبالتالي هل في وسط هذه الأمور أنت بتوري الولاد اللي معاك فيديوهات وبتؤثر عليهم بشكل أو بآخر؟ بص يا كابتن اسلام، خلينا اكد على نقطه مهمه جدا، وفي حاجات يمكن ما اتكلمناش فيها كتير قبل كده، لكن مستر كولر واحد من المدربين اللي بيفرض الاطار الرسمي على اي تفصيله، سواء مباراه وديه سواء ايا كانت، في اطار رسمي للمباراه واليوم اللي قبل المباراه. من الامور المهمه جدا ان مستر كولر يعني محاضره الفيديو بتتعمل، يعني هو فضل ان خلاص اللعيبه بعد مباراه الاخدود خلاص كان ثاني يوم هيكون اجازه، اللعيبه تاخد راحتها للعمل المستشفى علشان ثاني يوم اللي هو النهارده جوله حره، فالامر المتعلق بمحاضره الفيديو مش المباراه وديه وخلاص وعدت، لا ده عامل محاضره بالفيديو. يعني زي ما قلت لحضرتك النهارده كابتن سام، في ناس خدت الجوله الحره، لكن في ناس داخل بعثه النادي الاهلي كانت قاعده شغاله، ياسين المكاري وكارلوس كانوا قاعدين بيقطعوا بيشوفوا الاخطاء السلبيات الايجابيات اللي كانت موجوده في هذه المباراه، وبالتالي مستر كولر هيعرضها غدا في محاضره مع اللاعبين، هيبين لكل لاعب ايه الايجابيات اللي اتعملت وايه السلبيات. اعتقد ان مستر كولر واحد من المدربين اللي بيعالج كل الامور اول باول، فدي من النقاط اللي هو هيعملها ان شاء الله قبل التوجه الى التدريب. هتكون محاضره الفيديو الساعه 2:30، ثم طبعا التحرك هيكون في تمام الساعه 3 الى ملعب الحمريه اللي بيبعد عن مقر الاقامه بحوالي 10 دقائق او 15 دقيقه. تقدر تقول يعني خلاص حتى الفريق دلوقتي كل اللاعبين جت من الجوله الحره كله دلوقتي خلت خلاص في الغرف. بعض اللاعبين طبعا اللي بتتابع المباريات البطوله الافريقيه اللي خلاص يعني تقدر تقول المباريات اللي انتهت، فتلاقي خلاص خلود للنوم. بمناسبه البطولات الافريقيه يا فاروق، هل كولر له راي فيما يحدث في بطوله افريقيا؟ راي فني يعني؟ لا يعني هو في هذا الاطار مستر كولر، خلي برضه اقول لحضرتك نقطه مهمه، مستر كولر بيتابع كل المباريات، يعني كل المباريات دايما بيشوف مواعيد المباريات، بيكون متواجد، بيكون موجود معاه هيرالد جامبريلي المدرب العام، مستر كارلوس ياسين المكاري قاعد بيتابع. فيعني من ضمن ان البطوله دي هتبقى فيها مفاجات كتير، شفنا طبعا خروج الجزائر واحده من المفاجات النهارده، خروج تونس وخروج تونس، فاعتقد هي بطولة المفاجآت. لكن الجميع اجمع ان كرة القدم في افريقيا في قوة جديدة ابتدت تظهر في القارة الافريقية على منتخبات شمال افريقيا، انها توخي الحذر لان في قوة جديدة بدأت تظهر، ويعني في امثله في الضرب، مفيش مباراه دلوقتي مباراه سهله او مباراه نتيجتها محسومه قبل صحيح. الحكم يصفر. صحيح. فدي من الامور ودي من الدروس المستفاده من البطوله الافريقيه في الكلام في الحديث، ان خلاص دي قدامك مثال، يعني بتشوف غينيا الاستوائيه، بتشوف غينيا، بتشوف فرق يا كابتن اسلام، خلاص يعني القوه دي بتظهر في القاره الافريقيه. طيب. ومفيش دلوقتي فرق خالص ما بين فريق كبير وفريق صغير. بكره ان شاء الله الدنيا هتبقى ماشيه ازاي؟ بكره هيبقى التناول وجبه الافطار للاعبين في تمام الساعه 10، ثم وجبه الغداء هتكون في تمام الساعه 1:30، ثم طبعا محاضره الفيديو زي ما وضحت لحضرتك هتكون في تمام الساعه 2:30، ثم التحرك الى ملعب الحمريه اللي هتكون في تمام الساعه 3، وتدريب النادي الاهلي هيكون في تمام الساعه 3:30. الحمد لله طبعا يا كابتن سام، يعني المعسكر مفيش اي اصابات، الامور الطبيه دي يعني ان شاء الله يستكمل المعسكر بدون اي اصابات، ويعني يكون بدايه ان شاء الله للفتره القادمه باذن الله. يا رب نتمنى لكم كل التوفيق، ويعني جوله حره سعيده يا فاروق انت وكل الفريق. شكرا جزيلا لزميلنا فاروق صلاح.